الحادي والعشرون من سبتمبر 2014، يوم مشؤوم ومنعطف خطير في تاريخ الجمهورية اليمنية. جاء تتويجا لمرحلة هدم قيم الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، ووحدة وتماسك الجيش، وهدم أسس الدولة. يوم 21 سبتمبر هو يوم اسقاط جميع مؤسسات الدولة لصالح فكر لا يمس للدولة ولا يمس للوطن ولا يمس للأهلية بمثقال ذرة واحدة. لم يمن الشعب اليمني بكارثة كما منيا بكارثة 21، قضت على الدولة، قضت على الأمن، قضت على الاستقرار، قضت على الحرية، قضت على الديمقراطية، قضت على الدولة. مثلت انقلابا ضد كل مقومات الحياة، ضد الأمن، ضد الاستقرار، ضد الاقتصاد، ضد حقوق الناس. منذ توقيع المبادرة الخليجية في 2011، كانت القوى الطامعة في الوصول إلى السلطة تحاول البسط على مؤسسات الدولة، وعندما صارت شريكة في الحكم مارست كل أنواع الإقصاء والتمييز في الوظيفة العامة وخطط المستقبل. نطرح تساؤلا هاما، وهو: ما الذي تبقى للمخلوع صالح من نظامه؟ ما الذي تبقى من نظام المخلوع صالح حتى يعني سلمت نفسها للخارج، لماذا ونفذت أجنداته بعيون معصوبة غير مدركة بأن ثمة من يخطط ويتحدث باسم الشعب ويدعي تبني مطالبه؟ تعمدت إقصاء المؤتمر الشعبي العام، ففتحت المجال لقوة طامعة كي تملأ ذلك الفراغ. نطالب إعادة حقوقنا إلينا بأسرع وقت ممكن، إعادة الكرامة، إعادة الحرية للإعلام الحكومي الرسمي المسؤول، إعادة أداء الرسالة الإعلامية لخدمة الشعب اليمني، لأن إعلامنا اليوم إعلام مهزوم، لا قيمة لإعلام كاذب، إعلام فاشل، إعلام فاسد، إعلام منتهت صلاحيته. تعمدت إقصاء المؤتمر الشعبي العام، ففتحت المجال لقوة طامعة كي تملأ ذلك الفراغ. الحوثيون، شركاء الساحات، قادوا حركة طائفيا وجهويا عام 2014 تحت مسمى مطالب الشعب في عمران، بعد أن انفردوا بالحل والعقد في صعدة. غباء الفرقاء المنافسين مكنهم من إسقاط عمران والتقدم إلى العاصمة صنعاء وارتفاع سقف طموحاتهم، بعد أن كان ذلك السقف لا يتجاوز مديرية حرف سفيان. بخلاف ما كان متوقعا، تداخلت العديد من العوامل التي سهلت دخول الحوثيين صنعاء واحتلال مؤسسات الدولة بالقوة، بعد أن حاول شركاؤهم احتلالها بالكذب والمكايدات. ذلك اليوم تم توقيع اتفاق السلم والشراكة، وكان المؤتمر الشعبي العام حاضراً كالعادة في جهود المصالحة، غائباً عن مطابخ المؤامرات. هذا الاتفاق لم يمنع الحوثيين من مواصلة سعيهم للتحول من جماعة خارجة عن القانون إلى نخبة حاكمة.
باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية. نفى الحوثيون بموجبه شرعية مجلس النواب، المؤسسة الشرعية الوحيدة التي يمكن أن يعترف بها العالم. يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس الوطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا، يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه. كان من ضمن إعلانهم الدستوري الذي صيغ في بيروت أو لا أعلم فين أنه يعني تشكيل مجلس وطني وليس مجلس نواب، ويعني يعطى أنه من أعضاء المجلس الحالي لهم الأولوية، ومن ذهب يسجل اسمه فهو عضو في المجلس الوطني. وشكلوا لجنة في هذا الجانب، ووقف المؤتمر وموقف الصامدا، ورفض أعضاء المؤتمر الكتلة البرلمانية أعضاء المؤتمر الذهاب للتسجيل. لو كان المؤتمر راضي عن هذه الإعلان السوري ذهبت كتلة البرلمانية كاملة وثبت ما يسمى مجلس وطني، ولكن كل الأعضاء بنسبة كبيرة باستثناء 10 أشخاص كانوا قد تواصلوا معهم شخصيا هم الذين ذهبوا واستجابوا للتسجيل وفشلت هذه الخطة. وهذا تأكيد لدور المؤتمر في إفشال ما سمي بالإعلان الدستوري الإجرامي. أعلنوا مجلس أعلنوا اللجنة الثورية أو الحوثيين بمعنى الحوثيين الإعلان الدستوري، وهو الإعلان الدستوري بمثابة انقلابا على السلطة، انقلابا على المؤسسات التشريعية، انقلابا على المؤسسات القضائية والتنفيذية. شكلوا لجنة ثورية أسندوا إليها مهمة الحكم، ضاربين عرض الحائط بكل التحذيرات من عواقب الانقلاب على الدستور والنكوص عن الاتفاقات المبرمة. مادة 5، اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة، وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية. بعدها كانت البلاد على موعد مع رحلة جديدة من الإقصاء، لكنه بات علنيا وعنيفا. وباسم الشعب أيضا تباين الرد على هذا السلوك، فر البعض إلى خارج البلاد، دق آخرون طبول الحرب المذهبية، وتمسك المؤتمر الشعبي العام بالحل السياسي التوافقي، داعيا بلسان رئيسه ومن خلال قياداته وبياناته إلى اتفاق يجمع الفرقاء وينقذ البلاد من السقوط في الفوضى الشاملة والاقتتال الذي سيقضي على كل الآمال. المؤتمر الشعبي لم يعترف بهذا الإعلان، يعني لم يعترف بهذا الإعلان الدستوري، ووقف مناهضا له وحدد موقفه لأن أي إعلان دستوري لا يصل عن السلطات الدستورية. هذا كان موقف المؤتمر من تاريخه. حلوا رئاسة الجمهورية، حلوا رئاسة مجلس النواب، حلوا الحكومة، حلوا المجلس المحلي، حلوا كل الدستور، حلوا القانون، يعني وضعوا أن الإعلان الدستوري الذي هذا فوق الدستور فوق القانون، ويعني أعادوا العجلة 50-60 عاما إلى الوراء في لحظات. ما دمروه في تلك اللحظات من الصعب عادته بسهولة، ولذا كان كارثة. سعيا لهذا كان المؤتمر حاضرا في حوارات موفنبيك التي جاءت بعد استقالة هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح، ثم فرار الأول إلى عدن بعد دخول الحوثيين وحصارهم لعبد ربه منصور والحكومة. قدم استقالته إلى مجلس النواب، ومن ثم تداعى مجلس النواب للاجتماع لمناقشة استقالة الرئيس عبد الرب منصور هادي، إلا أن الحوثيين عملوا حصار شديد على المجلس بالدبابات ومنعوا دخول أي عضو من أعضاء مجلس النواب للمجلس النواب. قدم المؤتمر الشعبي العام الكثير من التنازلات على أمل أن يتوقف تمدد الحرائق الزاحفة إلى عدن وبقية المحافظات الجنوبية. رأى الجيران أن ما حدث يمثل تهديدا للمنطقة وللملاحة الدولية. تدخلوا عسكريا في 26 من مارس 2015، وهو ما قابله المؤتمر الشعبي العام بالرفض. كانت الأولوية لدى المؤتمر هي إيقاف العمليات العسكرية
والعودة إلى طاولة الحوار مع المحافظة على ما تبقى من أمل في إعادة العلاقات مع الرياض وأبو ظبي إلى سابق عهدها. في غمرة القتل وتدمير البنية التحتية اضطر للانحياز إلى صف الشعب الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار. التي ضمت وزراء من المؤتمر وأحزاب التحالف الديمقراطي ومن الحوثيين وأنصارهم مع آخرين من الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني. اتضح منذ البداية أن الحوثيين غير مستعدين للتخلي عن المكاسب التي جنوها في 21 سبتمبر. ظلت لجنتهم الثورية هي التي تسير كل شيء، بينما كان المجلس السياسي الأعلى بصلاحيات أقل. اللجنة الثورية التي اتفقنا على أنها تنتهي مهمتها بتشكيل المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، اتفقنا على هذا الأساس، لكن الذي يمارس أن اللجنة الثورية تسيطر على المجلس السياسي الأعلى في الميدان، أي قرارات يصدرها ومش متفقين معها اللجنة الثورية بتلغى ولا تنسى. الحكومة برئاسة بن حبتون، وهي الذي كما قال عبد الملك أنها حكومة تفاعلنا بها، في حكومة فوق الحكومة وهي المكتبة التنفيذية التابعة لإخواننا في أنصار الله. لا اشترطش علينا اسمع ايامك التاتولية مش انك تزالك محفظ في شعب يراقب ويطلع ويجب ان يراقب أما حكومة الإنقاذ فلم تكن سوى واجهة إعلامية لتحسين شكل الانقلاب. عين الحوثيون مشرفين في كل الوزارات والمؤسسات، كان لهم حق التصرف وحرية القرار، ولا يتم أمر إلا بموافقتهم ومن خلالهم. صدر اليوم قرار اللجنة الثورية العليا بتعيين الأخ محمد عبد الرحمن عبد القادر علي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد. صدر اليوم قرار اللجنة الثورية العليا رقم 77. صدر اليوم قرار اللجنة الثورية العليا رقم 122 لسنة 2016 بتعيين يحيى محمد علي السياني وكيلاً للهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد. هذا الوضع كان خرقا واضحا للاتفاق ولأسس الشراكة ولمبادئ المؤتمر الشعبي العام. تم تشكيل سلطة خاصة داخل السلطة تعمل وفد ذات خاصة، إضافة إلى ذلك تواصل إصدار قرارات التعيين ذات الطابع الفئوي، وتواصل استنزاف ما تبقى تحت سلطة صنعاء من الموارد. احتج المؤتمر على هذا الوضع بطرق شتى، برفضه استلام رئاسة المجلس السياسي ودعوته إلى إعادة تماسك الجيش وتفعيل دور مجلس النواب ومنح الحكومة ووزرائها الصلاحيات التي ينص عليها الدستور والقانون، الدستور الذي كان نقطة الخلاف الرئيسية، فلا مجال لتعديله أو تعطيله إلا بعد أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها. أمل أن الأخوان يسمعوني حتى أعطيهم لمحة ما دار بيننا نحن الأخوان أنصار الله، ما هي الصعوبات، ما هي المشاكل حتى تكون في الصورة، لأن هناك في مغالطات على المؤتمر الشعبي العام.
تصاعدت حدة الخلافات بين الطرفين، واصل الحوثيون السير في الدرب الذي رسموه لأنفسهم، واستمر المؤتمر في محاولة فعل شيء للضغط من أجل إعادة الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار. مفيداً من خبرته الطويلة وعلاقات قياداته بدول المنطقة والعالم، شارك المؤتمر في جولات المشاورات الثلاث في جنيف والكويت، متمسكاً بمبادئه، ساعياً للمحافظة على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره. بمرور الوقت بدأ خطاب الحوثيين ينحو إلى التحريض والتهوين تحت مسميات من قبيل الطابور الخامس وعملاء العدوان والمنافقين وغيرها من المصطلحات. الرسمية بمسؤوليتها، فسيتحمل الشعب هذه المسؤولية ويتحرك بها في وجه الطابور الخامس. شاركت في مسيرة مواجهة المنافقين من العملاء والطابور الخامس كتدشين لمرحلة التطهير من الرجس. كما صار الإعلام الرسمي يتحدث باسمهم لا باسم الشعب والوطن ككل، متبنيا خط الحوثيين العقائدي. وكان الدور قد جاء على المناهج الدراسية حين أعلن المؤتمر موقفه الرافض. والعمل على تحقيق حيادية الإعلام الرسمي باعتباره إعلام للشعب وليس ملك لأي طرف سياسي، ذلك أن استمرار هذا الإعلام في التحيز لصالح طرف واحد يعد من أهم الاختلالات التي تؤثر سلبا. وفي ذات الوقت فإن المؤتمر الشعبي العام يعلن موقفه الرافض لعملية تعديل مناهج التعليم، إدراكا منه أن هذه القضية الوطنية تحتاج بالدرجة الأولى إلى توافق وطني. حمل المهرجان الجماهيري في ذكرى اتفاق الطرفين رسائل قوية للجيران ولدول العالم. كان من المفروض أن يعطي اندفاع المؤتمر حافزاً للحوثيين كي يحافظوا على الشراكة ويفهموا أن استمرارها ضمانة لاستمرارهم. على العكس، كانت جماهيرية المؤتمر كابوساً بالنسبة لهم، إضافة إلى كاريزما الزعيم وقضية الاعتماد على الجيش واستعادة دوره الذي ظل يتقلص منذ بدء مشروع الهيكلة عام 2012. جاءت الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام لتخرج المكبوت وتفضح النوايا، حين تم إعاقة الجماهير عن الوصول إلى ميدان السبعين وتصاعدت نبرة التهوين والتلويح باستخدام القوة ضد الزعيم وقيادات المؤتمر وكوادره وحتى جماهيره التي تعد بالملايين. تنظر كيف سيكون نهايتك وخادمتك، ترديك خادمتك وأيامك السود. وداعني علي عبد الصالح، لن تجدنا بعد المناسبة كما عرفتنا قبل المناسبة، لقد صبرنا عليك، ستعرفنا بعد المناسبة بوجه خير. كانت الشراكة مستحيلة بين حزب سياسي وطني وجماعة سلالية عنصرية طائفية، بين من يدعو إلى الالتزام بالدستور والقانون ومن يستقي تعاليمه من الملازم والخارج، بين رجال دولة همهم الحفاظ على مؤسساتها وعصابة مسلحة جاءت لنهبها. كان من الطبيعي أن تنتهي هذه الشراكة الملغومة، إلا أن أحداً لم يكن يتوقع نهايتها الدراماتيكية العنيفة. لاحت تلك النهاية من خلال انتقادات القيادات الحوثية للزعيم وقيادات المؤتمر، ومن خلال لغة الوعيد العارية من أي دبلوماسية التي التزمها الناشطون الحوثيون في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كان عندهم واضح، كانت واضحة، كان حمزة الحوثي وعبد الخالق الحوثي كان يصرحوا تصريحات واضحة وصريحة أننا غريمنا علي عبد الله صالح، وأننا ثارنا مع علي عبد الله صالح، وأننا وأننا وأننا، يعني هم هدفهم علي عبد الله صالح ليس من أجل علي عبد الله صالح وحده، وإنما من أجل تدمير الوطن
وتدمير المؤتمر الشعبي العام يعني بتدميرهم لهذا القائد العظيم رحمه الله. فكان يعني دائما كلامهم مع اصحابهم اللي يروحوا يحضروا دورات معهم يقولوا انهم كانوا يحرضوا على علي عبد الله صالح، فكان التحريض واضح وصريح على الرئيس علي عبد الله صالح وعلى المؤتمر الشعبي العام. بدأ التحرك الجدي لنسف ما تبقى من ركائز العيش باستمالة الشخصيات المؤثرة من رجال القبائل في طوق صنعاء. نثروا أمامهم ذهب المعز وأشهروا سيفه. بالترغيب والترهيب تمكنوا من شراء البعض وتحييد آخرين، ثم عكفوا على رسم خطتهم. اغتيل القيادي المؤتمري خالد الرضي في قلب العاصمة، وأصبحت تحركات الزعيم محفوفة بالمخاطر الأمنية. قبيل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اقتحموا جامع الصالح بحجة تأمين ميدان السبعين. التزمت قيادة المؤتمر ضبط النفس، لكن جنون السلطة والاحتكام للسلاح كان قد غيب صوت العقل الخافت في أوساط الجماعة الدموية. استخدموا من صعدة مجاميع مسلحة متخصصة في حرب الشوارع واقتحام المناطق السكنية، كانت قد دربت تدريبا عاليا على أيدي خبراء من حزب الله وإيران لتنفيذ خطة اغتيال الزعيم. حاصروا واقتحموا منازل أقاربه وكونوا أكثر من طوق حول منزل الزعيم. تحولت شوارع محدودة في العاصمة صنعاء إلى ساحة قتال. مضت قياداتهم في صب الزيت على النار، بينما خرج زعيمهم بخطاب استجداء مخادع وداع إلى السلام والمصالحة، لإيهام الرأي العام بأن المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي عبد الله صالح ينفذون أجندة خارجية، وأن لديهم ميليشيات مسلحة ستكون طرفا في صراع داخلي جديد، وهو ما ثبت زيفه في انتفاضة الثاني من ديسمبر التي أعلنها الزعيم علي عبد الله صالح موجها نداءه للشعب والشعب فقط. أدعو كل جماهير شعبنا العظيم في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل العزل، في كل الأحياء، في كل مكان، إلى أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية. كان الحوثيون قد تخلوا عن بعض المعسكرات التي أفرغت من السلاح وعن بعض مؤسسات الدولة، وركزوا على منزل الزعيم في الثنية ومنازل أقربائه وقيادات المؤتمر الفاعلة التي لم تستسلم أو تضعف أمام الترغيب والترهيب. وقالوا له يا أستاذ عارف أنت قيادات المؤتمر، الموضوع الآن بدأ خلاص ينهار، الحراسة لهم 3 أيام بدون نوم تقريبا، ما عاد فيهم طاقة أنهم يتحملوا، إحنا من رأينا حاول أخرج ودبر نفسك وما شابه ذلك. رد عليهم عارف الزوكا وقيادات المؤتمر التي كانت موجودة، وهذا رد شجاع والتاريخ لن ينساه، بأن قال عارف الزوكا ومن معه مصيرنا ومصير علي عبد الله صالح واحد، إما أن نموت سويا وإما أن نعيش سويا. تم حجب وسائل إعلام المؤتمر على الشبكة العنكبوتية